يقول: هل يشترط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء به خمس صلوات أم لا؟ لا دليل على تحديد الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه، ولم يحدد. اللي يقولون أنه 40 يوم أو 5 صلوات أو كذا، ما في دليل على هذا. يصلي ما تيسر له، يصلي ما تيسر له، كل ما أكثر من الصلوات فهو أكثر للأجر. أما التحديد يحتاج إلى دليل. نعم.